مساء الخير، مستمرين في سلسلة حلقاتنا عن الأحاديث النبوية وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام هو وحي من ربنا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الأحاديث الصحيحة هي شرح مفصل ومكمل لأوامر وقوانين ذكرت في القرآن. حديث النهاردة بيقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة، ربنا قايل لنا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وفي أمم اتهلكت والسبب كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. إيه المقصود بالنصيحة؟ وإيه هي حدودها وشروطها؟ وإزاي والمين؟ ومين اللي مؤهل ليها وإمتى؟ البداية خالص، وجودنا والحكمة من خلقنا هي عبادة ربنا، مش فكرة صلاة وصوم. هي عبادة بإعمار الأرض، بتفعيل أسماء الله وصفاته، بتطبيق منهج الله والرسول. فدي أصل رسالة كل واحد فينا. الرسالة دي عبارة عن مجموعة أدوار: دورك اتجاه نفسك، ودورك مع الآخرين، وحسب قربهم وبعدهم مهامك بتختلف. يعني مهامك والمطلوب منك كأب ناحية أولادك غير مهامك والمطلوبة منك ناحية زمايلك في الشغل، غير مهامك المطلوبة منك ناحية ناس مقابلهم في الشارع، غير مهامك المطلوبة منك ناحية نفسك. كل واحد عنده مهام كتيرة ومتغيرة في رحلته في الحياة، والواجب إن كل واحد يتعلم ويسأل عن طبيعة المهام دي وواجباته إيه، إيه الغرض منها ويتحاسب عليها ولا لا، وإيه فيها الفضل وإيه فيها مش الفضل، وإمتى تكون مقصر في دورك وإمتى تكون بتعمل دور مش مطلوب منك. كل ده يوصلنا لأطر وحدود النصيحة. السؤال: إيه شروط النصيحة؟ العلماء حددوا 5 شروط. أول حاجة النية الطيبة، صدق النية للنصيحة أو الدعوة وتكون خالصة لله مش لهوى النفس. تاني حاجة العلم، التأكد من مرجعية المعلومة أو التوجيه. ثالث حاجة اسلوب النصيحة والدعوة، وده مهم جدا، مش اي حد نيته كويسة وعنده علم مؤهل للنصيحة. اداب النصيحة لازم تبقى على دراية بيها، واولها طبعا اللين في النصح، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وتانيها تبقى عارف صلاحياتك ايه، يعني انت بتنصح حد مسؤول منك وملزم انك تنصحه ولا مش مسؤول منك. كل واحد له طريقته والقطر بتاعته. رابع حاجة إنك تكون متأكد إن المنكر اللي بتنهي عنه مش هيترتب عليه منكر تاني أكبر، ودي محتاجة وعي وحكمة من الناصح. مش الكل ينفع تنصحهم بنفس النصيحة برغم إنها صح. مثلا ممكن حد لسه بادئ يصلي وإنت مصر تنصحه في تفاصيل تخليه بطل يصلي خالص. خامس حاجة تعرف إن دورك بس البلاغ والتذكير مش الهداية، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. دول شروط النصح والدعوة. طيب، في سؤال مهم: الآيات أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ وآية تانية: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أنت مثلا ممكن بتنصح أولادك بتفاصيل كتير أنت نفسك مقصر فيها وما بتعملهاش، فهل ده المقصود بتقولوا ما لا تفعلون وتنسون أنفسكم؟ العلماء قالوا المقصود بيها النفاق، يعني بتقول حاجة وانت بتعمل عكسها تماما. يعني حد طول الوقت بيكذب وما بيحاولش يبطل كذب وبينصح الناس، الكذب حرام، لكن اجتهادك في الفعل وتقصيرك في التطبيق ما يمنعش عنك النصيحة ودورك فيها. كل دي تفاصيل مهم نعرفها علشان ندرك أهمية النصيحة والدعوة وإزاي تتطبق صح، وإنها فرض وتكليف ملزم بيه كل شخص في حدود ما تعلم. أحد العلماء له مقولة لخصت المعنى ده كله، قال: من ظن أن الدعوة إلى الله من اختصاص العلماء الكبار فهو واهم. الدعوة من اختصاصك أنت، لكن دعوة فرض العين في حدود ما تعلم ومع من تعرف. هنتكلم بالتفصيل عن الحديث ومعانيه مع ضيفنا الشيخ أحمد الأزهري من علماء الأزهر الشريف بعد الفاصل.